همسات من الملكوت. صديقي المستمع المسيحي، اطرح عنك الكذب حينما يجرك إبليس إليه، وتكلم بالصدق مع قريبك، لأننا بعضنا أعضاء بعض. اغضب ولا تخطئ، لا تغرب الشمس على غيظك، ولا تعطي إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعده، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياجه. لا تخرج كلمة ردية من فمك، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمت اليوم الفداء. كن لطيفا مع الآخرين، شفوقا ومتسامحا كما سامحك أيضا في المسيح. أوصيك بهذه الأمور لأني عالم أنك تحبني وترغب بالتقرب مني.